انا بعتقد ان هرجان دبي. انا حضرت اول دوره دي من 13 سنه وساعتها قلت لهم اتمنى ان هذا المهرجان يساهم في صنع صناعه سينما حقيقيه في الامارات، وبالفعل هذا المهرجان بتصور ان هو قدر يخلق اجواء سينمائيه تخلق سينمائيين اماراتيين، وده شيء مهم جدا. مشغول في البرلمان المصري، واول كده ما الاقي فيه وقت يعني باذن الله نرجع نعمل سينما.